الصورة دي أهم حاجة أو الشكل ده أهم حاجة عشان تعرف إيه الوسيلة المناسبة ليك. في الشكل ده بمنتهى البساطة وأنا بلخص لك الطريقتين المهمين جدا للفالوجينيتك ميثودز، يعني عشان تستخدم الفالوجينيتك تري مهم جدا إنك تركز في الشكل اللي قدامك ده. الفالوجينيتك ميثودز بشكل عام زي ما قلنا بتنقسم لطريقتين، الطريقة الأولى اللي هي الفينيتك ميثودز، والطريقة التانية اسمها الكلاديستيك ميثودز اللي احنا اتكلمنا عليها. الفينيتك ميثودز دي بيسموها الديستانس ميثودز، او الديستانس ميثودز بيعتمد على المسافات زي ما قلنا، وبتلازم عشان خاطر عايز تستخدم هذه الطريقه يكون الكائنات اللي انت بتدرسها فيها ريكوجنايزابل سيميلارتي، يعني فيها بوضوح كده في سيميلارتي ما بين المكونات او الكائنات اللي انا بدرس فيها، سواء كانت هذه المكونات عباره عن ايتمز موجوده زي الدي ان اي سيكونس او الار ان اي سيكونس، او عباره عن كائنات نفسيه في ريكوجنايزبل سيميلارتي في تشابه اقدر ان انا اشوفه بشكل كويس. في الحاله دي بستخدم الفينيتك ميثودز، والفينيتك ميثودز بتنقسم لاثنين. اول حاجه النيبور جويننج، انا بستخدم بقى الشجره اللي هي بعملها بطريقه اسمها النيبور جويننج او اليو بي جي ام اي. الطريقتين دولت اللي تابعين للفينيتك ميثودز، وزي ما قلنا النيبور جويننج واليو بي جي ام اي هما دولت الطريقتين او تو الجوريزم اللي بستخدمهم في هذه الحاله. الطريقه الثانيه عندي اسمها الكلاسيك ميثودز اللي اتكلمنا فيها، ان دي بتحسب المسافات التطوريه وبتعتمد ان البعد ما بين الايتمز جوه الشجره او المكونات بتاعه الشجره هي الحقيقه بعد تطوري، دي بيسموها الكاركتر بيزد ميثودز. والكلاسيك ميثودز اللي بتعتمد على الكاركتر بيزد ميثودز دي في منها ثلاث حاجات او ثلاثه الجوريزم ممكن استخدمه: الماكسيمم بارتيموني والماكسيمم لايكلي هود والبيزيان. اهم طريقتين فيهم، الطريقتين المهمين والاكثر شيوعا، هو الماكسيمم بارتيموني، ودي لو في ما بين الاثنين اللي انا بدرسهم سترونج سيميلارتي، او ما بين الكائنات اللي بدرسها سترونج سيميلارتي، يعني في تشابه شديد جدا ما بينهم وبين الكائنات دي، يعني مثلا مجموعه من البرايميتس او ما حتى البشر او مجموعه من النباتات او الحيوانات او كده المتشابهين جدا في سترونج سيميلارتي ما بينهم، وعايز اعمل ما بينهم شجره، في الحاله دي بستخدم الماكسيمم بارزيموني. اما لو كنت بستخدم اي حاجه تانية غير الكلام اللي انا قلته قبل كده، يعني مش مهم يكون في سيميلارتي عاليه او كده، فبستخدم الماكسيمم لايكلي هود، ودي الاكثر شيوعا، فبالتالي الماكسيمم لايكلي هود او باختصارها الام ال دي الاكثر شيوعا. طبعا الماكسيمم بارزيموني اختصارها ام بي، والنيبر جوينينج اختصارها ان جي، عشان خاطر الاختصارات دي هتلاقوها موجوده برضو في كثير من البرامج. البيزيان دي طريقه ثالثه تبع برضو كلاديستيك ميثودز، بس باستخداماتها قليله وليها بس ليها توصيف، وليها يعني احيانا في بعض الحالات بتستخدم البيزيان، ولكن اكثر شيوعا هو زي ما قلنا الماكسيمم بارسموني والماكسيمم لايكلي هود، ده بالنسبه للكلاديستيك ميثودز. المعلومات اللي بتشوفها في الايفولوشنال داينامكس والكاركترستيك زي ما قلنا ان الطريقتين الاخرانيين دول الماكسيمم لايكلي هود والماكسيمم بارسموني دول من الكلاديستيك ميثودز. الناس اللي بتدور على انها تعمل شجره مبنيه على الكلاديستيك ميثودز عشان خاطر تفسر ايفولوشن، ففي الحاله دي بتركز على الاثنين دولت، بتركز على واحده من الاثنين دولت بالنسبه